أيضا وزارة الداخلية ساهمت في خروج اليوم الأول من جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بشكل آمن مع الإجراءات اللي تمت ضمن خطة الوزارة لحماية وتأمين المواطنين وتوفير مناخ آمن خلال العملية الانتخابية. وتستمر إجراءات التأمين في اليوم الثاني مع انتشار مكثف للقوات في محيط لجان التصويت بمشاركة كل القطاعات الأمنية، ده بالإضافة لانتشار أمني مكثف على مستوى الجمهورية وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية ضمن خطة أمنية متكاملة هتستمر لحد انتخابات مجلس النواب في نوفمبر.